رحبوا بعضوي الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وشبكة العمل المناخي السيدة هلا مراد. أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة. سيدة هلا، الأرض لا تستطيع أن تتعافى مما يقترفه البشر. العالم الشمالي، العالم الصناعي يرمي بكل ثقله على العالم الجنوبي، ونشاهد الآن التقارير التي تشير إلى تصحر في الأردن، بداية إلى مجاعات قريبة في إفريقيا، وسينعكس هذا الأمر على أوروبا. إلى أين يتجه العالم برأيك؟ شكرا لكم في قناة المملكة. بصراحة نعود كل عام في 17 حزيران لنؤكد على أن قضية التصحر هي قضية ملحة أساسية. للأسف الشديد العالم لا يأخذها اليوم على محمل الجد. اليوم زاد من وطأة ذلك الحروب، الاستنزاف في الموارد، الانفجار السكاني وغيرها من الإشكاليات التي تعطي نوعا من الانطباع أن العالم يتجه نحو كوارث، إن كان في الأمن المائي، في الأمن الغذائي. التغير المناخي أيضا واحدة من الإشكاليات التي لا يمكن إغفالها بشكل أو بآخر. للأسف الشديد نحن أمام قادة رأي، قادة عالم، مسؤولين عالميين لا يعطون هذا الموضوع اهتماما، لأنه يمس بحقوق الشعوب بالدرجة الأولى. يعني نحن نتحدث اليوم أن كثير من دول العالم ستستنزف مواردها المائية، الأردن واحدة من هذه الدول. الأردن اليوم تفقد كثير من أراضيها الصالحة للزراعة بسبب التصحر. هذا يصل بالتالي على أن الأمن الغذائي مهدد بشكل كبير، وقد يكون للأسف الشديد أنه ليس تهديد حقيقي ولكنه واقع. نحن اليوم أمام وطأة حقيقية من هذا الموضوع. ما يزيد الوطأة وما يزيد الأمر سوءا هو التوجهات العالمية نحو للأسف خفض إمدادات التنمية المحلية والتنمية العالمية. لليوم هنالك صراع للتسلح، صراع للحروب. للأسف تشنه دول الغرب بشكل أو بآخر على بعضها تارة وعلى الآخرين تارة أخرى. من هون لا نستطيع أن نتحدث عن أمل قريب الأمد إن لم يكن هنالك تحرك شعبي حقيقي نحو الدفع باتجاه العمل للحد من استنزاف الموارد. نعم سيدة هلا، هنا أريد أن أتحدث عن أنه بات واضحا بالنسبة للدول الفقيرة وللدول التي تتحمل أعباء التغير المناخي الذي يتسبب به العالم الغني بأنها تعمل لوحدها. ماذا على هذه الدول أن تفعل؟ ماذا على مواطنيها هذه الدول أن يفعلوا؟ وعلى أصحاب القرار بشكل أساسي أن يقدموا لمواطنيها؟ يعني حضرتك وضعت يدك على الجرح الحقيقي. نحن اليوم في دول العالم المتأثر بتغير المناخ والذي أصلا لا يكون مؤثرا بشكل كبير، إن كان في استخراج النفط أو استهلاكه أو حرق الوقود الأحفوري بشكل كبير، ولكن على صعيد آخر الدول هذه هي الدول الأقل منعة اتجاه الآثار الواضحة لتغيرات المناخ وتحديدا وأساسا فيها الجفاف. للأسف الشديد اليوم لا نتحدث عن منظومة شعبية فقط، نتحدث عن منظومة حكومية. نحن اليوم لدينا حلول واضحة، حلول أوجدها العلم، أوجدتها الأبحاث والدراسات تقول أن الاقتصاد الدائري هي واحدة من الحلول. الاقتصاد الخطي يجب أن يعفي عن الزمن، يجب أن يكون هنالك استخراج وإنتاج واستهلاك وإعادة إنتاج وإعادة إنتاج، لأننا للأسف الشديد دائما ما نستخدم نفس الموارد في كل مرة وبالتالي نستنزف هذه الموارد. علينا بشكل أساسي اتخاذ من الاقتصاد الأخضر إن أردنا النمو الحقيقي بشكل عادل. علينا أن نتخذ كدول وليس أيضا كشعوب، لأن ذلك يحتاج إلى قوانين، يحتاج إلى أنظمة، يحتاج إلى بيئة استراتيجية حقيقية تخطط للعشرين سنة القادمة بشكل جدي. نحن على أعتاب انتهاء 2030، يعني نحن اليوم قطعنا سنتين للولوج إلى 2030، باقي 8 سنوات على أهداف التنمية المستدامة، والعالم يقول لنا لا أمل من تحقق هذه الأهداف والمؤشرات على الصعيد القريب. لذلك لابد من التحرك الفوري العاجل، لابد من الوعي البيئي الحقيقي بأن الموارد إذا استنزفت ذلك يعني أن الإنسان سيستنزف، ذلك يعني أن صحة الإنسان ستستنزف، ذلك يعني أننا مقبلون على
إشكاليات أعمق من إشكاليات كورونا، إذا اعتبرنا أن جائحة كورونا كانت واحدة من أهم الـ 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 من أهم الـ 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 العلامات الفارقة في حياة الإنسان. نحن مقبلون على جفاف، على نقص مياه شرب، نحن مقبلين على ضعف في الإنتاج الغذائي، وإشكاليات عميقة جدا قد تؤسس وتعمق الفجوة ما بين الطبقات الاقتصادية، تعمق الفجوة بين الدول، حتى إذا تحدثنا عن دول عالم أول وثاني وثالث قد يصبح لدينا تركيب آخر، قد يصبح لدينا دول عالم سابع وعاشر أيضا. نعم سيدة هلا، كنت خلال حديثك تحدثت عن أن دول العالم كانت واضحة، دول العالم الغني واضحة بأنه تقريبا لا دخل لها بما يحصل لديكم من مشاكل، قوموا أنتم بحل مشاكلكم. الحلول التي تقدمت بطرحها معلومة، وأتحدث هنا عن الأردن بالنسبة للمسؤولين، ما الذي يمنع تطبيقها؟ يعني ما يمنع تطبيقها بشكل أساسي هو أننا نحتاج إلى مزيد من العمل على وضع استراتيجيات بعيدة المدى. أحيانا نتحجج أيضا بالضعف المالي والملأة الإدارية والتقنية، ولكن على صعيد آخر نحن أمام، إذا تحدثنا عن فارجة أمل، فالمنظومة التحديث الاقتصادي الذي تحدث عنها الخبراء مؤخرا والتي كانت بالتعاون مع الديوان الملكي واحدة من بوادر الأمل التي قد يعني نتطلع لها بشيء من التقدير وبشيء من الأمل للإنجاز، وليس الأمل فقط كخطة استراتيجية. اليوم هنالك معوقات مالية، هنالك معوقات إدارية، هنالك معوقات بالملأة بالكفاءات بشكل أو بآخر، لأننا للأسف الشديد يعني تهاجر كفاءاتنا إلى دول أخرى ونقبع تحت يعني خلينا نقول نرزح تحت إشكالية اقتصادية كبيرة. علينا جذب خبرائنا، علينا إبقاء خبرائنا أكاديميين وفنيين ليقوموا بالنهضة الحقيقية. النهضة لا تقام سيدي فقط عبر الاستراتيجيات، بل عبر تنفيذ هذه الاستراتيجيات. فلعل منظومة التحديث الاقتصادي التي جاءت في شقيها البعد الموارد البيئية وأيضا الاستدامة البيئية كموردين أو كعنصرين أساسيين لهذه المنظومة أن تكون بارقة أمل. نحن نتطلع إلى أن نقرأ مزيد من الأوراق التي خرجت عن هذه عن تلك الخبراء، ونتطلع أن تكون هناك خطط حقيقية استراتيجية تطبق على أرض الواقع. نعم سيدة هلا، يعني دائما ما كنا نتحدث في الأردن عن مشكلة مائية، دائما ما كنا نتحدث عن مشاكل بالتصحر، الأمر ليس جديدا علينا كأردنيين. خلال السنوات الماضية لم يحصل أي تطور على هذا المستوى؟ لا أستطيع أن أقول أنه لم يحدث تحسن. نحن اليوم نستخدم إعادة تدوير المياه الرمادية والعادمة بكفاءة عالية، نحن نحاول جاهدين أن نستقطب بعض المشاريع التمويلية الكبيرة من أجل المشاريع المائية والحصاد المائي، تحديدا ما مؤخرا كان هنالك مشروع كبير سينفذ في الأردن بالملايين عبر واحدة من مؤسسات اليو أن العاملة في الأردن من أجل مزيد من كفاءة الحصاد المائي في الأردن. هنالك خطوات، ولكننا نتحدث عن أننا نحتاج إلى خطوات أكثر، خطوات أكبر، خطى ثابتة نحو إدارة وحوكمة قطاع المياه بشكل ذو كفاءة كبيرة. نتحدث أيضا عن كفاءة استخدام المياه العادمة والرمادية، مع أننا قطعنا شوط ولكن نحتاج إلى مزيد من الجهود من أجل هذا الموضوع. وأيضا نحتاج إلى مواطن واعي، نحتاج إلى مخاطبة وعي المواطنين والعمل معهم، لأنهم أيضا هم المستهلك الأساسي وهم الذين يمكن لهم أن يكونوا لاعبين حقيقيين. نحن نحتاج إلى سياسات واضحة بعيدة المدى وليست حلول يعني مجتزأة أو حلول بسيطة. يوميا تخرج علينا الحكومة لتقول لنا أن هنالك خطط وبرامج، ولكن نحن نحتاج أن نلمس هذا الواقع. اليوم سدود الجنوب فارغة. لماذا سدود الجنوب فارغة؟ هذه علامة استفهام كبيرة، إلى اليوم لم تجبنا وزارة المياه حولها، ولكن نحن أيضا نتطلع بشيء من الإيجابية نحو المشاريع القادمة. شكرا جزيلا لك عضو الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وشبكة العمل المناخي السيدة هلا مراد على وجودك معنا اليوم.